شكرا للحبيب العزيز مصطفى عبيد الله خلال التقرير عن كوسي، ونبقى في بحر ابيض ولكن في بحور الشعر والابداع والاخوانيات والغزل والحماس. صباحا مع العزيز محمد رابح الجراري، اهلا ومرحبا بك في صباح الشروق. مرحبتين وحبابك الاستاذ حمزه وحباب قناه الشروق، وسعيد حد السعاده اني اكون في ضيف قناه الشروق. صباحكم سعادة. الله يجزاك خير، تحية لك وتحية لكل أهلنا في بحر أبيض وفي تندلتي وريف تندلتي. حبابك حبابك. طيب نبدأ بداية مع المشاهد ونسمع منك. أقول أهل التاريخ يوم الناس تجيب سيرتنا، السابتين قوة يوم الشر بفك حيرتنا، ولا قادر يعرف يقيس غيرتنا، تعال عاشرنا فوق الدور وشوف جيرتنا. يا سلام. قدر ما الدنيا تعصر على الخلوق وتلق تلقانا سابتين، ليه ما احنا الزمان نجخ؟ الجيم اللي بهدرب الكلاش اللي بيبوخ ديل بين السلابين يوم الاسود الشخ. نحن كسارين نيب الدود اللي بلاقي هبرنا، ما دقن كفوفنا الني وزاعوا خبرنا، كم لله في دروب المعاصي صبرنا، لزحزحنا ولا نزل الحمل اللي بشيل ودبرنا. قدر ما الدنيا تحصل لينا الدري، تلقانا اساتذه وللطلب الكبار متخرج. ابشر. قول القاضي الواقف بعيد متبرج، ما فينا التري يوم اللي طام متفرج. يا معزف الزخير والكلام الهون، ها نحن كوكلة الصيد الزياب نعون، أكان ترينا من واجبا نرى رفيقنا تخون، نصبح كيفك الحر نعد ونسون. نحن العزة ما كان ويما الروح، ونحن الطامة والموت اللي بسل الروح، دوا بكرنة اليوم الهواها يروح، لا تكازينا شومين شومين نحن يا مسنوح. أهل العزة وعزة الظفر انسبيبهن، نلشن قلوبهم حارة فوق صحبة رفيق ما مفشن، لكن جات حارة ولانا نقلوبهم وحشن، كيف نستر الحرس انبيتهن قشن. قدر ما الدنيا تدعى، قدر ما نرجى الغافي ونشد أبطانا، يكسر حرف النم وفي البريد ورطانا، مات علينا فوق مخلوق رفعنا خطانا، متواضعين نحن والبتعالى قومي خطانا. نحن الوارثين العزة من جدود أقدامنا، عفاصات دروب الوعر الصعيب أقدامنا، واللي قال يوم الحق بقيف قدامنا، نحن سوادنا ما هبط ضعيف أقدامنا، لكن ترينا من واجب ونير رفيقنا تحير، كيف نسترد عجم وجيها النير. قدر ما الدنيا تبسطنا ولينا تسير، المتغير على زول ولم نستخب صغير، ما فكينا ريقنا بحق الضعاف يعمينا، ولا دنعنا لي مخلوق شان يدينا، عندنا قناعة ضرب الفارغة ما بيعنينا، نعم نحميك لكن لا أنا ما بتحمينا. ابشر لك التحيه. يا سلام. يا سلام. الله يعزك. بالعاده يعني من الشعراء احنا بنستضيفهم هنا في صباح الشروق، لما نتكلم عن مشاهداتهم وكذا بيتاثروا دائما، لان انسان المنطقه ذاته يكون مبدع في مجالات ثانيه بالذات في مجال الشعر. الله. فانت بس زيهم كذا نهلت من بيئه فيها كثير من الشعراء، ولا براك شبيت كذا من دون الناس؟ والله انا شبيت، انا اصلا كنت والله يعني من الناس بحب دار، يعني عندي هوايه اكثر، لكن ما قاعد اسمع شعر، دي بدايتي. كنت عندي هواية ان انا اكتب، لكن ما قاعد اسمع شعر. تسمع شعر ولا تسمع للناس؟ لا ما قاعد اسمع لاي شاعر. آه. كنت عندي انا عندي هواية بس اكتب، بعد بدي اكتب حتى قعدت شويه بسمع للناس، وللناس الكابر والناس اللي هم باع طويل في مدى الادب الشعبي. قدر شنو مهم انه تسمع لغيرك عشان برضه تكتسب مفردات جديده او معاني جديده، وعلى اقل تقدير تفوتهم في الخيال؟ والله ما كثير. يعني قدر كيف مهمة الحاجة دي، إنه الشعراء نعم إنه يسمعوا لغيرهم وبرضو يضيفوا لبعض يعني. نعم إن هي مهمة شديد، لكن برضو إن لا 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 الاستماع الكثير برضو شنو بخليك يعني تتأثر يعني؟ تتأثر نعم بالتأكيد. تتأثر شيل منهم مفردات نعم، ولا تتأثر بلغتهم؟ تتأكيد تتأثر يعني بالغنى حقهم. آه. يعني يمكن النفس يمكن الكتابة تكون مشابهة. يعني أفضل تسمع وتقرأ عن الأدب الشعبي بعيدا إنه تسمع شعراء. أي نعم. يعني. نعم بالتأكيد. طيب بسمع منك تاني. خش من الغزل. علاقتنا الجبيل بالحب والحنان موصولة، أصبحت الليلة بين نار الفراق مفصولة، الشتلة النبت عليها أرض الجمال محصولة، ريدي وريدي مدعى الدم بادي وصولة، الليلة يا أمري لصوات الغرام باحلك، افتتح جروح ريدي بألم شديد صاحلك، الشمعات ريدنا عليك في الغدر ساحلك، ساهل لنا غناك ويصعب لنا محلك، الجاهل اللي بقى ضمن الخلوق تجفالي، بتينا اللقيا يا رب من البعاد ترتالي، الذاكره في خام القصيد ومجالي، لاها غريب ترى من القبيله ولا بتبقى لي، صبيت العنص الضرب العسيم متعاجل، ماله اصبح لي قلبي الرهيف متخاجل،
تعال اوصف لك محاسن في الحديث ما مناجل طعمه وناعمه فدعوره موش مناجل امهلي قد لي شتل الفريعك سمر قد لي وتاتي خلي الخلوق تدمر مضرب عيونك الظبي الحشاكي مضمر جاي طموره تاني ما بتتعمر جيدك جيد غزان نهد وتجفل وهافك دائرة خاطم صغير ومقفل لواني قام ضرب الهويت تتكفل وانا الرعيك الرقنا عايزك سفل انا الفيكي غنيت وانا الشقي ومسطول وانا الفيكي يا مسماح ميت من زمان مقتول وجنا الفيها حرف النم دوام معسور مضرب عيوني كان طال الزمن مقتول صيد البر ومهرة فارس عليكي يقال ديس الليل وكفل الخيل عليكي قلال انتي اي انتي يا حسنك محنا حرف المتين ينقال وينك ليا الديف البوادي قطال سل الخوسة وطعنها البيجق ديل اولاد من بعض الظبي المتعقد انا الخلاني طول الليل انوح مسجد عقارب شوقك الظبي قفاك مترقد يلبي تقرا حالاتنا ومن الردود مبعود كيف بالله يوم ترجع للاي متعود انا من فرقاك اصبحت حياتي العود هسع بالشقا والعزام موعود كثير غنيتك يا وجن وغناي خصالك الا حنيتي رجع الزمن وصالك يا ديف تصي المحن الوصف فصالك قدر ما تجوري قلب الحي يدور وصالك شوقا حاسه يعبرن قصايد وشوقك يضرب من زمن بعيد ما صايد يا ليك حرف النم مكرب صايد هدف جفاك يقول هدف لغيتنا اوف صايد حظ ليك في دروب المحبه مدنقر يطرق باب لغاكي ومره مره يعنقر قلبي البدري مش شفت السعاده مهنقر سبب العمر في جلسه فراغ ما بصنقر يا عبد الوجه تسيس السنابق عرف بتين نتلاقى يا غالي وبتين نتشرف قلبي الحب ثابت عمره ما بتحرف اصبح فاقدك امسوح الخلاك تخرف يا صوتك حاكه صوت البلوم السجع منو قال ليك من فرقاكي ما بتجع شوقا شايل ولا بلم ولا بترجع ارحمي حالي يا المغوقه برايا موجع ارحمي حالي يا المغوقه برايا موجع يا سلام محمد فبقى. يعني بالوجع الكثير والمشاهدات اللي في الشعر حقك ده يا محمد احساس حسيته واقعي ولا انت بتشوف باحساس الناس الثانيين وبتكتب لهم لا احساس احساس يعني واقع اي نعم بالتأكيد. بالعاده انت في كتاباتك كلها يعني مشاهدات ولا حقيقه يعني انت ممكن تحس احساس غيرك وتكتبه ولا بس لا انت لا تدي مجال لغير احساسك الاغلبيه حقيقه احساسك يعني بس اي نعم كثر شعرنا حقيقه اها طيب اجتماعياتك مع الناس في المنتديات الثقافيه في المناسبات الكبيره اذا كان الوطنيه عن طريق الاحياء هل هي بنفس الشح لانك تسمع لغيرك من الشعراء ولا انت مواصل يعني في الحياه مع الناس والله مواصل إننا في المنتديات مواصل في المناسبات مواصل فبنسمع يعني الشعراء لكن يعني ما كثير في بعض من الشعراء وفي احيانا تلقى يعني انت شعر ما قاصد تسمع لكن تلقى قدامك وتلقى يعني الشعر اللي انت بتحس به وتسمعه مضطر تسمعه او مجبور والشعر يا محمد ما احساس بس انت بتتنفس من خلاله هو برضه فيه معاني كثيره فيه قضايا كثيره ممكن تعالج بالنسبه للناس لانه الناس زي ما بتحب تسمع تسمع سمع نظيف وسمع فيه كثير من قضايا يعني بالتأكيد. فهل الحقيقه برضه ممكن نلقاها في شعرك بالتاكيد والله المعاليات دي المعاليات فيه اني كاتب بعض القضايا لكن والله ما اقدر استوعبها لي بالذات نحن في ظروف الان اي نعم بالتاكيد برضه محتاجه للناس كلهم بالتأكيد. يكونوا في صف واحد بالتأكيد. طمعانين نسمع منك ثاني يا محمد وما عايزين نحصرك يعني ابشر أيوة. انا ممشي للاخواني والتحيه لكل الاخوان والله فرد تحيه فرد. لهم أبو قلتم ساحقين تلقيف الحتل وتلوى نفسه غنوعة بما الدنيا ما بتسوى أخوي الذكر في حرف النجيد ومسوى دودا كجر عند الدواس والدواء تمسح طينة تلقيف الحتل وتغرق نفسه أديبة من قوة الرفيق ما فرق المال اللي بقوله بين الخلائق فرق عاد وسخ دنيا للهام وصيف ومطرق حفيدا جد لشيل التقيل ما منت كف صعقات الرعد اللي بتقطع رت قدر ما الدنيا تعصرنا وللدواخل تفت اخوي راكز ليه ما احنا الزمان والات درداق الجزر الغلاد ابقى ماقم خر دودا كجر عند الدواس ما ترى ابشر تمسح لي الهيف اللي بيبلع برا كريما صح منه اجبر الريال ما صرى ابشر والله بالقوه درداق الجزر الغلاد ابقى ماقم خر دودا كجر عند الدواس ما ترى
تمسح لي الهيف اللي بيبلع بره كريما صح من واجب الريال ما انصر دقا شعر صيب نهارا صيف تمساحا حجر الوراد دخول الجيف لو دار تعرف انك سيد بيت ماك ضيف تعال نازل في داره وشوف بعاملك كيف مقنع تابرة القدم مسبيب مفرع فحلا صارم يوم الدواس صبات يضرع بكفا بيتصم الجبال ويدرع حمض المر لا بنضاق ولا بتجرع اخوي دوى النفس تعبانه وعلاج ما لاقي اخوي السبت يوم الخيل تجيك يتلاقي مقنع ولية العرب الشقاق باقي فرس عمره ويوم المحن قوه بلاقي اخوي الريل تقيل تن على الارض تتماسك ضربك طعنه تبسون كلبك وتمن فاسك يوم الجو يسخن وتقابل الراسي وراسك عقف في هالساحب انفرز وناسي وناسك الكير البحجر وجه المراحة ويتهدر تلي بنفجك يعانوا للشيل التغيل بتقدر يا بريس والنزعك للخصيم كم ودر كل أفعالك توحي إنك ودرجال ومغدر لفخت الخمش فريسته قعد يتاوك سلوحت الفرج ينحين وهجم ما راوك أبعاج البلوك كبد الخصيم ويزاوغ غرا تفلا بنضاق ولا بتلاوك نمرا قضيت الصاحة وقد المتغوذب قشاش دموع الراس يلمو متكوذب أبعاج البشوك دار الوحوش متهودي بدخري وفنجر أم واحد الشقل متحوذب داب الخلع فكاك الهموم الحوجة قدم سبات إن المحن ما من عوجة قدر مضبيه قد ضاي الأمور عوجة عز العم وضر الخالة ومقنع زوجة هيبة أبعاج اللفخ فريسته وكجر كف دلميت صم الجبال الحجر أخوي اللي في قرعداه ما بتأجر بركان وصادف الحديد وتفجر سرد الغافية والحرف الجبيل متخبر ديل ما جادا وصف الفلك وماج متغبر ملفوخ جرايده ما بيسلم قدر ما جبر بدرق الدشر سمه وكضم متعبر أخوي اليوم تحر بموت قدامك ببقى لك حدار واللحم البحوش عضامك من وين أبدأ يا دور الزمن الصعيب ما لامك عذرا عذرا لم أجد حرفا أليق بمقامك عذرا لم أجد حرفا أليق بمقامك وكل الحب والتقدير للأخوان لكم آلاف التحية والله الله يلوم التحية هم ناس حارة أكيد إحنا مقدرين جدا حضورك صباحا محمد الحجراري وشكرا لوجودك معنا في صباح الشروق والتحية لأهلنا كلهم في بحر أبيض كتر خيرك الله يعزك ويكرمك شكرا جزيلا الله يعزك